مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أمل وحياة. برنامجنا هادف ومتنوع، بنناقش فيه كل الموضوعات اللي بتخص المواطن المصري. بيكون معانا في كل حلقة موضوع جديد وضيف جديد. حلقتنا النهاردة عن الأسرة والطفل، هنتكلم فيها في مواضيع كتير جدا شيقة وممتعة جدا. هنتكلم فيها عن التخاطب ومشاكله، هنتكلم فيها عن صعوبات التعلم ومتلازمة الدور، هنتكلم فيها كمان إزاي ننمي مهارات طفلنا في البيت وقبل ما نوديه المركز كمان. كل اسئلتنا النهارده هتجاوبنا عليها ضيفتنا الجميله الاستاذه هاجر علي. اهلا بحضرتك يا استاذه اهلا هاجر. وسهلا بحضرتك، اهلا وسهلا، شرفتينا ونورتينا. والله انا اللي مبسوطه اكتر ان انا معاكم وان انا حضراتكم والبرنامج اتاحوا لي الفرصه ان انا اتكلم عن اكتر حاجه في الدنيا بحبها واكتر حاجه يعني الناس كلها بتستمتع حتى بالكلام عنها، وهي زينه الحياه الدنيا، يعني الاطفال. يعني شكرا لحضرتك جدا. حابين نتعرف بحضرتك يا استاذه هاجر. اتكلم عن نفسي، انا هاجر علي، حاليا بحثة ماجستير في كليه العلوم ذوي الاعاقه والتاهيل، هي الكليه الاولى من نوعها في الشرق الاوسط. بفضل الله تعالى عليا ان احنا اول دفعه ماجستير فيها ما شاء الله. القسم بتاعي صعوبات تعلم. طيب قبل الماجستير انا كنت تمهيدي ماجستير كليه التربيه قسم فئات خاصه. قبل تمهيدي ماجستير انا كنت دبلوم خاص صعوبات تعلم. قبلها كمان كان دبلوم مهني تربيه طفل. غيرت المسار بعد الدبلوم المهني وحبيت ادخل شويه في ذوي الاحتياجات الخاصه، لاني بحبهم جدا وبحب التعامل معاهم جدا، ولما بقى اشتغل معاهم والاقي نتائج دي اكتر حاجه بتديني باور ان انا اكمل. انا اصلا بكالوريوس في الطفوله والتربيه جامعه الزقازيق. من الله عليا يعني الحمد لله ان انا كنت برتب على دفعتي الحمد لله. اشتغلت في العمل التطوعي ودي كانت بدايتي مع الاطفال. طبعا دخلت يعني الكليه زي اي حد بيدخل في التنسيق وكده، ما كنتش فاكره ان انا هحب المجال ده جدا وهبدع فيه جدا، وبفضل الله ان انا تميزت يعني فيه. اشتغلت عمل تطوعي وكنت عضو مؤسس في قافله شعاع الخير، وكنت بروح اعلم الاطفال في مستشفى صدناوي. كان اول كان لسه بادئ مبنى الاورام للاطفال، وكان بيصعب عليا يعني ليه الاطفال دول، اشمعنى دول ما بيذاكروش، اشمعنى دول ما بيتعلموش، مش ذنبه ان هو مريض. فكنت بروح وعملنا اوضه بسيطه كده بقياده دكتور عادل قاسم من كليه التجاره. عملنا اوضه بسيطه كده وقعدنا بقى بنلون وبنذاكر الولاد، عملنا لهم بقى شويه العاب وشويه حاجات، ادينا لهم طاقه ايجابيه، خلاهم يقدروا يستقبلوا المرض بتاعهم بصدر رحب. يعني حضرتك عايزين نعرف، حضرتك عايزين تكلمينا عن روز اكاديمي. روز اكاديمي اقول لك ده ابن من ولادي يعني. مبدئيا كده انا يعني الحمد لله ان انا ام الاربع اطفال، فكان شغلي الشاغل او هدفي التعليم، ازاي اوفر لهم بيئه صحيه سليمه، مش صحيه اللي هو صحي بقى واكله اكل، طبعا الاكل الصحي وكل حاجه، بس انا عايزه اعلمه كويس، عايزه اهله كويس، عايزه درست كتير وقريت كتير جدا عن التربيه الايجابيه. فكنت بحلم وبطمح لمكان لولادي يكون كامل، طبعا مفيش حاجة كاملة، ولكن كنت عايزة أنميه مهاريا، أنميهم وجدانيا، أخليهم أطفال أسوياء، أخليهم يتعلموا موسيقى، أخليهم يتعلموا لغات، أخليهم يتعلموا قرآن، أخليهم يتعلموا بشكل مختلف شوية. فجات لي الفكرة بداية كده أن أنا أعمل نيرسري، تبقى حاجة بسيطة كده أن أنا أعلم الأطفال وأعتني بيهم بشكل مختلف. فجات لي الفكرة وبدأت أعمل روز ون، عملت روز اكاديمي الفرع الاول ليا. الحمد لله لقيت اعجاب من الناس، اداني طاقه ان انا اكمل واعمل روز 2. معانا صور في الشاشه نشوفها. ده كورس اليوسي ماس. الحمد لله ان احنا بنقدر يعني اليوسي ماس ده بيتعامل اكتر بالمينيتال. الاطفال يعني فكره ان التلقين بقى والحفظ والحاجات دي لا، ما كنتش حباها ابدا. فاليوسي ماس ده دول اطفال بيعملوا عمليات حسابيه عن طريق العقل، ازاي تديله اكتر، يعني شويه بنلغي الكالكوليتور، شويه بعيد عن الالكترونيكس، شويه لا انا عايزه الطفل يفكر، فكر شغل مخ. بصي هو فكره ان انا بس اتعامل مع الطفل بالعقل، اتعامل مع الطفل. ده احمد، حد ان شاء الله داخل في مسابقه السربون الدوليه باذن الله لليوسي ماس. حد بحاول شويه ان احنا ننمي التفكير، ننمي الابداع عند الطفل. مش عايزه ان الاطفال اللي يتعلموا يا جماعه احفظوا لا التلقين، لا انا عايزه كل حاجه تبقى لها سبب، كل حاجه الطفل بيعملها بعقله بيفكر بيها بيحسها، وبناء عليه
ده كان في يوم بنعمل ايفنتات حلوه قوي للاطفال، يوم في حب مصر. بالنسبه للورشه دي حاجه مهمه جدا، احنا عاملين ورش تفصيل للامهات عشان هي بتجيب ابنها بقى الكورسز وكده تقدر تشغل وقتها بشكل مفيد. ده يوم العنايه الشخصيه، ده كمان مسرح الطفل، ازاي ان انا بوصل مفهوم للطفل بقصه. ده يوم كنا بنعلم الاطفال فكره النبات والزرع، ده تآزر بصري حركي، وازاي بنخلي الطفل يقدر يعدي، وازاي ننمي مهاراته الدقيقه، دي كمان تنميه مهارات، ازاي اعمل بالانس وتوازن. دي طفله مبدعه في الاكاديمي، دي رفيف، ده برضو بنفس الايفنت بتاع اليوم الاول. ده طبعا انا بعلم الطفل ازاي يغسل سنانه، ازاي يتعلم العنايه الشخصيه بيه، فكان يوم حلو جدا. ده برضو فيديو لليو سي ماس، الحمد لله عندنا المدربه بتاعته ان شاء الله يعني نتكلم طب عنها. طب ايه الحركات اللي هم بيعملوها دي؟ ده الابيكس اللي هم بيشتغلوا عليه، فبيتخيلوا العمليات الحسابيه عن طريق يعني 2 بلس 2 بلس 1 ماينس 1 ماينس 2، اي ارقام، فبالتالي بيتخيلوها، بنكون صوره ذهنيه للرقم وبالتالي بنشوف بقى النتائج. فالطفل ازاي يبقى في سن صغير زي كده وبيتعامل بالشكل ده بعقله ازاي، والمجتمع كله دلوقتي لا الالكترونيكس، كل طفل ماسك موبايله على الالعاب، وبندمر فعلا الطفل وبندمر خلايا العقل، بيستسهل حتى في اي عمليه حسابيه يقوم جايب الكالكوليتر وشغال بيها وخلاص. فبالتالي بنعمل مش هقول اكسده للعقل يعني، بس هقول ان الطفل بيستخدم اكتر الالكترونيكس، دي بتبقى حاجه مضره جدا يا جماعه. يعني هستخدم برنامجك كمنصه ادعو الامهات وطبعا مش بس الامهات، اولياء الامور ككل، اب وام انت مسؤول لو سمحت عن تفكير ابنك، بعد اذنك لو سمحت، يعني بلاش الكترونيكس كتير، بلاش موبايل، بلاش تاب، بلاش تي في، على الاقل على الاقل ساعه في اليوم بدايه كده من سن 9 سنين 10 سنين. طيب قبل كده لا، خلي الطفل يتعامل بالبيئه، خلي دايما منظورك كده في البيت ان الملموس دايما محسوس، خلي الطفل يتعامل بادوات البيئه اللي موجوده عنده في البيت. اضعف الايمان، اضعف الايمان، اديله شويه حاجات يلعب بيها في البيت، يلون يشخبط. حضرتك قبل الحلقه كمان كنت قلتي لي ان الطفل لغايه 6 سنين ممكن يتعلم 6 لغات غير اللغه الام، ده حقيقي؟ حقيقي بس بشروط معينه، بمعنى اللي وضعت علم رياض اطفال اصلا او اسسته هي العالمه ماريا منتسوري. يعني انا بشوف اغلب الناس حاطين التعلم عن طريق منتسوري، طب حضر يعني ناس فاهمه منتسوري ده ازاي؟ ناس فاهمه طب انا رحت اقدم لابني قبل ما افتح الاكاديمي في مكان، وبعدين طيب انا حد متخصص بقى وبروح يعني، فيعني ممكن حضرتك تشرحي لي يعني ايه منتسوري؟ بنعلم اطفال يلعبوا كده. يا جماعه الوضع علم رياض الاطفال دي العالمه ماريا منتسوري ولها كل التقدير والاحترام ورحمه الله عليها من زمان، يعني وضعت العلم ده في ايطاليا، وكانت الاهتمام الاول بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، وبعد ما النتائج بتاعتها وصلت العالم كله بدات نطبق الطريقه دي او تطبق الطريقه دي على كل الاطفال. وبالتالي العلم ده سهل جدا وبسيط جدا، باقل الخامات وباقل الادوات، بخامات البيئه من الخشب، ادوات البيئه من الحبوب والبقوليات، تقدري تعملي مليون وسيله الطفل يتعلم بيها من الورقه والقلم، بس مجرد الشخبطه فانت بتنمي العضلات الدقيقه عنده. طيب قالت ايه في علم رياض الاطفال؟ قالت نقدر نعلم الطفل 6 لغات في حاله اكتمال اللغه الاساسيه وهي اللغه الام. طيب انا عايشه في مصر يبقى اللغه الاساسيه عندي واللغه الام هي اللغه العربيه، طب انا عايشه في بريطانيا يبقى اللغه الاساسيه عندي واللغه الام هي اللغه الانجليزيه، حسب كل مجتمع اي لغه ام عنده. يعني انا كأم اقدر اعلم بنتي وهي عندها 3 سنين انجلش وعربي وفرنش؟ اه، بس في حاله حضرتك الدليل بنتي اكتملت عندها اللغه الام، مخارج الحروف عندها صحيحه، مخارج الاصوات عندها صحيحه، تقدر تعبر عن كل شيء بلغتها الاساسيه، تمام، هذه الركيزه الذي نرتكز عليها. نطلع بقى لستيب نمبر 2، علمي زي ما انت عايزه، قولي زي ما انت عايزه. الطفل بيئه خصبه تقدري ترسمي عليها تابلو جميل وملون ومبهج ومبهر. بمناسبه قناه الصحه والجمال يعني، وانا جايه كده في الطريق بفكر بقول الصحه فهي الصحة النفسية لكل شيء حوالينا، حتى لو كان جماد، الصحة النفسية للطفل، الصحة النفسية للأسرة. طيب الجمال، جمال الروح وجمال الأخلاق وجمال التربية الإيجابية، يا جماعة ربوا أطفالكم بإيجابية. طيب نربي أطفالنا بإيجابية إزاي؟ التربية بالحب. في حاجة بسيطة قوي قوي بتوطد العلاقة ما بين الطفل وأمه، احضنيه كل يوم. صعب الموضوع يعني، بس أحضنه، بس أحضنه.
طيب انا بوصل له رسائل ومشاعر ذهنيه ووجدانيه بالحضن ده كتيره جدا. طب بس كده لا، اشتغلي بقى على مهاراته. يعني هندخل كده في تنمية المهارات. احنا الأول بقى نتكلم في اتفضل. التخاطب، عايزين نعرف يعني ايه تخاطب. بالنسبة لي التخاطب هي الشغلانة المتعة بالنسبة لي، أنا بتمتع بالنتيجة. يعني أنا لما أجي أقول تخاطب في العموم كده، لازم أما عشان أقول تخاطب أقول في حاجات أساسية عشان يحصل تخاطب، يعني من فرد الفرد، من فرد الجماعة، وليست من جماعة الفرد. يبقى دي بداية كده عشان أعمل لغة أو رسائل، يبقى لازم يكون في فرد وفي متلقي، اللاقي والمتلقي، ولازم يبقى في فرد وفي جماعة هتسمعه. طيب طب لو في جماعة هل ينفع تصدر لفرد؟ هتبقى في غوغاء وفي صوت يعني. لا، يبقى احنا متفقين كده على بس كام بوينت نقدر نتكلم فيها. طب في بيئة متاحة لده؟ تمام. طيب في ثلاث محاور أساسية أقدر أتكلم فيها عن التخاطب: الكلام، اللغة، الصوت. اضطراب الكلام واللغه والصوت هم مش حاجه واحده؟ لا لا ابدا، عمرهم ما كانوا حاجه واحده، ولكن احنا بس فاهمينهم حاجه واحده، بس احنا يعني بنستوضح وبنتعلم كل طول ما احنا ماشيين، كل ستيب نتعلم اكتر من اللي قبلها. طيب المحاور اللي اتكلمنا عليها ثلاث حاجات: الكلام واللغه والصوت. انا بتكلم دلوقتي كاي ام عاديه، ابني في فتره مناغه، طب انا اتكلم عن الكلام بحاجه يعني بسيطه كده، بتكلم عن اضطراب الكلام، اضطراب التأتأة، اضطراب التلعثم، اضطراب دي، الحاجات دي كلها من اضطراب الكلام. الإبدال، لما بدل حرف مكان حرف، أطلع حرف بالشكل المش سليم، فده كلها تحت اضطراب الكلام. دي أكتر مشاكل منتشرة بين الأطفال، دي منتشرة جدا جدا، التأتأة والتلعثم، التأتأة وهي تحتها ولكن بالشكل العلمي بنقول عليها التأتأة، التأتأة، التلعثم، التلعثم، الإبدال، إن أنا بدل حرف مكان حرف، إن أنا أطلع حرف مش من مخارجه الصحيح. طيب بعد كده هنقول المحور اللي بعد كده هو الـ الصوت. الصوت، اضطراب الصوت، البحة الصوتية، الصوت الرفيع بالنسبة للرجال أو بالنسبة للأطفال الولاد. طب بالنسبة حضرتك قلتي التأتأة، حضرتك بقى بتعالجي الموضوع ده ازاي؟ أنا بالنسبة لي كل طفل ليه فروق فردية بنتعامل معاه على حدة، بالذات التخاطب. ما أقدرش أقول لي قاعدة عامة، لا انا اقدر اخد الطفل الاول بدرسه. هكمل حضرتك ثلاث محاور وبعدين اتكلم في كل بوينت عشان الصوره تفضل واضحه: التأتأة، سوري، اضطراب الكلام، اضطراب الصوت، اضطراب اللغه. اضطراب الصوت لما احنا خلصنا اضطراب الكلام، اضطراب الصوت، قلنا البحه الصوتيه، الصوت الرفيع عند الذكور يعني، والصوت التخين عند الاناث. دي كلها استدلال الام بتقدر تستدل من خلالها ان ابني عنده هنا مشكله، واعمل حوالين المشكله دي سيركل كده وبوينت ان انا هشوف اقدر اعمل. الحاجه الثالثه او المحور الثالث وهي اضطراب اللغه. ناس تقول لي هي اللغه مش الكلام؟ لا لا خالص، هي اللغه المسؤول عنها المخ. فبالتالي لما المخ يبقى مسؤول عنها، يبقى انا عندي شقين بالنسبه للكبار وبالنسبه للاطفال. بالنسبه للكبار ممكن تصلب الشرايين، حاجه ثانيه ممكن الزهايمر. طيب بالنسبه للاطفال، بس طفل صغير الزهايمر ده للكبار؟ لا، ما انا بقول لك النص ده للكبار، المحور بقى الثاني للاطفال. الاطفال، اطفال الداون، اطفال طبعا هم متلازمه الحب، وبوجه لهم كل تحيه لان هم من الاطفال المحببين ليا شخصيا لقلبي يعني، ومن افضل الناس اللي حققنا معاهم نتائج بفضل الله تعالى في روز اكاديمي. الحاجه اللي بعد كده احنا قلنا الداون، قلنا الاوتيزم، وقلنا الاضطرابات المختلفه اللي بيأثر عليها المخ سواء اي اعاقه ما. يبقى اللغه مسؤول عنها المخ، الكلام مسؤول عنها جهاز التواصل، وقلنا الصوت المسؤول عنها المنطقه دي، صوت الرفيع التخين او البحه الصوتيه. طب انا ايه الكلام ده؟ انا كأم يعني هعمل ايه؟ يعني هعرف الموضوع ده ازاي؟ انا عايزه، الناس بتقول ما ينفعش ابدا تخاطب قبل 3 سنين. لا لا لا، الكلام العلمي بيقول طفل وهو جنين اقدر اكلمه، اقدر اوصل له رسائل، اقدر اقول له، اسمعه كتير موسيقى هاديه، اقدر اسمعه كتير قران كريم، لان دلوقتي فضل الله تعالى يعني من عليا ان رساله الماجستير الحمد لله سجلت، ان الحمد لله العنوان بتاعي مختلف، ان شاء الله ربنا يوفقني واكملها على خير، ان انا اقدر ازاي اعالج صعوبات التعلم او ذوي الاضطراب مثلا بالقرائيه، وهي طريقه تعلم القراءه بالقرائيه. انا عايزه بس اتعلم مخارج الحروف كأم بالطريقه الصحيحه.
حاجه سهله جدا، انا اتعلم بس ان انا انطق الالف والباء والتاء والثاء، الحروف اللسويه اقدر اخرج الثاء الذال الظاء، واقدر كل حاجه اقول له عليها اغنيه اقول له عليها حركه، لان الطفل في المرحله دي التعلم عن طريق اللعب، حقه يلعب، دي مرحله اللعب. طب بس اسيبه يلعب؟ العالمه برضو ماريا منصوري قالت حاجه مهمه جدا، ودي حطاها كده يعني نصب عيني، يعني في سواء تعاملي مع اولادي او تعاملي مع اولادي برضو اللي هم في الاكاديمي، يعني لان انا مش ام بس الاربعه، يعني الحمد لله انا ام لكل الاطفال اللي عندي، واغلبهم كده لما باخدهم في حضني بحسهم فعلا هم اولادي. التعلم عن طريق اللعب ده حقه فتره انه يلعب فيها. طيب هل يلعب ازاي؟ في لعب موجه وفي لعب غير موجه. في لعب بقول له خد العب، بس انا براقبه من بعيد بشوف هو بيعمل ايه عشان بس يبقى السلامه والامان. طب اللعب الغير موجه ده اللعب الغير موجه. طب اللعب الموجه في شروط، في رولز كده، في خطوط ما ينفعش يتعداها. اقول له مثلا العب بدي، انتج لي دي، اعمل لي دي، فانا شايفاه. لان هنا دور اني برفض دور كلمه مدرسه خصوصا في رياض الاطفال، لا انا معلمه ومربيه وموجهه ومرشده. لو انا حطيت انا كأم او كمعلمه رياض اطفال او كاخصائيه تخاطب او كاخصائيه صعوبات تعلم البوينت دي تحت بعض كده، انا معلم مرشد موجه مربي، هنوصل لاعلى اعلى حاجه في التعليم من النضج. يعني انا هوصل لنضج تعليمي، لان في كل دول العالم دلوقتي ما بيعلمش رياض الاطفال غير دكاتره، لازم يبقى معاه دكتوراه، مش رياض الاطفال انت مدرسه حضانه بحرف. يعني انا بس عايزه اصلح بس شويه مفاهيم، ان فعلا ان كل دول العالم انا يعني ليا تواصل مع معلمات رياض اطفال خارج مصر، ان فعلا لازم معاها دكتوراه. يعني التجربه اليابانيه الرائعه اللي كانت اضافت لمصر في المرحله الاخيره، مين اللي هيقدر بيها؟ مين كميه كورسز علشان ناهلها بس او تاهلها الدوله انها تكون معلمه رياض اطفال غير طبيعيه. الله، كانت احسن تجربه مرت، وبشكر كل العاملين عليها لانها تجربه مميزه جدا. طبعا مع الناس تختلف او تتفق، بس دي من المطبخ بقى، يعني من طيب قلب الحاجه. اتفضل. حضرتك كنت قلتي لي ان حضرتك صنعتي كلي، ممكن نشوفه؟ انا الكلي ده لي بس كده يعني كذا كذا حاجه هنتكلم فيها. هو ده روز كلي. روز كلي ده صحي امن على الاطفال، معمول بخامات طبيعيه 100%. حضرتك اللي صنعتيه؟ احنا الحمد لله الحمد لله احنا واخدين فيه، يعني مش هقول براءة اختراع بس يعني متميزنا بيه. دي كانت بدايتنا، روز كلاي دي كان بدايتنا، ودي حاجه بحتفظ بيها الى قلبي. روز دي بالنسبه اللي بنتي، يعني انا مسميها المنتج على اسم بنتي، ان كانت شغوفه باللعب بالصلصال، وكانت كل لما تلعب بالصلصال تعيا، وانا ما اعرفش بتعيا ليه. فقعدت ابحث بقى واروح لدكاتره واشوف الحاجات دي متصنعه من ايه، قول يا جماعه طيب انا عايزه انمي مهارات بنتي، عضلاتها الدقيقه لم تنمو بعد، مش قادره تمسك القلم. فبدات اصنع طبعا بالوان مميزه، ده الاصفر اللبني الاحمر الاخضر، ريحه التفاح ريحه المانجا. فاقول يا جماعه انت تقدري تعمليه في البيت، بقدر اي حد عايز ياخد مني اي عدد فور فري، ده بس كده يعني لاطفالنا ان هم يقدروا يستمتعوا بالحياه وبكل جميل. خلي ابنك بس يشكل بالصلصال بس كده، ده بس مليون حاجه تقدري تنمي عضلاته الدقيقه، هتقدري توصلي له معلومه، اكتب لي الباء، اكتب لي الالف، اكتب لي الساء، تفريغ الطاقه. الطفل الصغير دي برضو من ضمن مهارات التعلم، دي من ضمن تنميه المهارات فعلا، وحطها كده من الحاجات الاساسيه. طيب نقول بس سؤال قبل ما الحلقه تخلص. اتفضلي. نصايحك ايه للام جوه البيت عشان تقدر تنمي مهارات طفلها؟ انا يعني اهم حاجه بالنسبه لي دلوقتي، والشق الاهم والاكبر في الحياه وهي المدرسه، يعني هي الام. قبل ما الطفل يخرج بس من البيت ويروح لمكان تاني، سواء بقى نيرسري سواء حضانه سواء مدرسه، الام زي ما قلنا تخاطب ابنها من هو في بطنها، وتستدل على وجود قصور ما سواء في الانتباه او التركيز او زي ما نقول برضو ازاي تقدري تنمي مهاراته. لعبي معي، العب معاه وانا فاضيه، انا عندي 100 حاجه اقدر اعملها. لا معلش معلش لو سمحت كده، اهم حاجه دلوقتي عندنا الكائن ده، فاحنا ممكن نلعب معاه. طب العب معاه ازاي؟ نمي مهاراته. طب انمي مهاراته ازاي؟ يعني احنا ممكن نتكلم في الحلقه دي بقى في استفاضه في تنميه المهارات.
ان شاء الله حلقات تانية كتير. ان شاء الله، ده يشرفني يعني. انا اكتر مبسوطه بوجودي معاكم جدا جدا في برنامج لا اكتر متميز ولا. زي برنامج حضرتك يعني. نمي مهاراته، اولا هشتغل على اكتر من مهاره، سواء المهاره الحركيه. المهاره الحركيه دي يعني اعمل ايه في مهاره حركيه؟ ابني بتنطط كل شيء، ابني طالع لي على الحيطه، ما هو انا مش موجه، ما انا سايباه يعني. فانا لا، تعالى هنقدر نعمل بس يعني ممكن ميه ودقيق كده، اعمل شويه حاجه، تعالى نعجن مع بعض البتاع دي، فطلع لي منها شكل، اعمل لي منها عروسه، اعمل لي منها قلم، تيجي نقدر نعمل الكرسي ده بالحته العجينه دي. حاول بس نستخدم الحاجات الطبيعيه في البيت اكتر شيء. طيب انا عندي ابن ما بيركزش، هقول كده يعني مثال من منصوري كده وبالبلد يعني، اجيب طبق كده فيه شويه بقوليات باشكال واحجام والوان مختلفه، فاصوليا، عدس، لوبيا، واقول له تيجي نفرز. وهو نشاط مهم جدا في رياض الاطفال، سواء للنورمال او الابنورمال، سواء لاي اعاقه او طفل سوي، هنقعد نعمل الفرز والتصنيف. كده بنمي مهاره، يا اكبر مهاره، بتزودي التركيز، بتزودي الانتباه، بتساعد الطفل وتشاركيه، فانت اضفتي عليه السعاده. هنحط اهداف للنشاط ده، هنحط هدف مهاري، هدف وجداني، هدف معرفي. رقم واحد الهدف المهاري، ان هو يقدر يطلع اكثر من مهاره ويثبت انه قادر يفرز ويصنف. كده انا هقعد معاكي مش حلقه واحده، ده 20 حلقه ما شاء الله على كم المعلومات والافاده. انا استفدت جدا جدا جدا، واكيد الساده المشاهدين كمان استفادوا. وللاسف وقت الحلقه انتهى، صراحة خلصت بسرعه جدا جدا. ان شاء الله انتظرونا السبت الجاي في نفس الميعاد الساعه 2 مع برنامج امل وحياه. الى اللقاء.